الهدف جاتي وقت اقول مناسب جدا شادو محمد برجي الان اللي قلنا بانه كان جيد في الجوله الاولى شادو محمد برجي وضرب راسيه بشكل جيد خطا في التغطيه الدفاعيه خطا في الجهه اليمنى بالنسبه للفريق النادي الفرنسي كان في الثمن ديالو غادي لانه برجي كان في المكان المناسب ما وراء بشكل Deux buts à zéro, un match retard, comptant pour la 24e journée du championnat de la Ligue 1 de foot disputé ce jeudi à Hammam Yif. اول مقابله مع نادي حملان تدخل في الشوط الثاني وتقدمت الاضافه يظهر لي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم تنظن مجموعه اللي معنا مجموعه اللاعبين اللي معنا مجموعه يعني ممتازه ان شاء الله غتقول الكلمه ديالها وتتمنى يعني المرتبه اللي محتلين ماشي في المستوى ديالنا وان شاء الله نحاولوا نحسنوا الترتيب ديالنا والباري تنظن بان الاضافه الدخول ديال اعضاء الاضافه بالعكس انا عملت لقيت مساعده كثيره من الاصدقاء ديالي اللي ما خلاونيش ناخذ وقت كثير باش نتاضفت مع المجموعه. النادي الرياضي اللي حملنا مستحق الانتصارات راسي اللي مازلنا باش نجيبوا انتصارات في الماتش الثاني. اهم حاجه هو ان شاء الله نخرجوا من هذه الوضعيه اللي فيها حنايا نحاولوا نحسنوا الترتيب ديالنا ونكونوا ان شاء الله من احسن الفرق في الشطر الثاني من البطوله.